مجموعة بالإثراء الأكاديمي لم تكن هذه المشاركة الأولى بل هي الثالثة، ولكنها الأكثر تفضيلا بالنسبة لي لأني اشتركت في وحدة توافق اهتماماتي وهي اهتمامتي في الطب، وأتمنى أن تكون هذه الأخيرة. سأشارك بإذن الله في المستقبل. بدأت رحلتي مع موهبة بالصف الثالث ابتدائي حين رشحت من قبل معلماتي، رشحت أنا وزميلاتي وتجهزت للاختبار وشاركت في فصول موهبة حتى الصف السادس ابتدائي. شاركت في أول برنامج لي، برنامج إثراء الأكاديمي في وحدة البرمجة. شاركت أيضا في الصف الثاني المتوسط في برنامج الكسات والبوليمرات، والآن في الصف الأول ثانوي شاركت في برنامج العلوم الطبية الحيوية. كان لبرامج موهبة تأثير اجتماعي قوي علي، فأنا منذ صغري لم أكن شخصية شجاعة بل كنت خجولة، ولكن برامج موهبة حفزتني وجعلتني أكون اجتماعية أكثر، وزادت بالتأكيد من حصيلتي التعليمية في جميع المجالات، وساعدتني كثيرا في تحديد التخصص أو المجال الذي أريد أن أشارك فيه المستقبل. من أهدافي المستقبلية أن أحقق متغيرات الرؤية 2030، وأن أرفع اسم دولتي المملكة العربية السعودية في المجالات العلمية. التجربة التي أثارتني كثيرا هي تجارب في المعمل، كلها من بداية أول تجربة في الوراثة إلى آخر تجربة قمنا بها وهي أنها أجهزة جسم الإنسان. لا تضيع فرصة المشاركة في البرنامج، فقد قدمت موهبة البيئة المتكاملة التعليمية لتحفيز وتنمية مواهب طلاب المملكة العربية السعودية. موهبة حيث تنتمي.